الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة إن شاء الله. بما أنه رانا في وقت الجلبانة والقرنون، اليوم درت لكم طاجين قرنون بالجلبانة ودرتو بصدر تاع الدجاج، يعني وصفة هايلة هايلة وبزاف بزاف بنينة. تبعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة. ما تنسونيش إخواني أخواتي بليجام لا فيديو وأبوني القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع الوصفه تاع اليوم اللي هي قلنا طاجين جلبانه وقرنون بصدر تاع الدجاج. ريحان نعطيكم اذا المقادير. عندي هنا كميه تاع جلبانه، عندي ثاني قرنون اللي راني قشرته ونقيته مليح بالقارص، قطعت الحبه هكذا على زوج. نحتاج زوج حبات بطاطا وزوج حبات زروديه وسنينه تاع الثوم. وصدر تاع الدجاج طبعا راني رحيته باش نديرو به كرات الطاجين هذا تاع الجلبانه والقرنون. نحتاج حبه بصل تكون كبيرة مسكالفجة، نحتاج كمية تاع معدنوس، عندي هنا لا شابلوغ، زبدة وزيت والتوابل. عندي ملح، فلفل كحل، عندي راس الحانوت وتابل خاص بالدجاج. مقبل ما نبداو في الوصفة، راح نوريكم الطاجين تاع الطين اللي راح نطيب فيه الوصفة تاع اليوم، طاجين تاع فخار. هاوليك جابوا لي وليدي ربي يحفظه ان شاء الله ويحفظ لكم كاع وليداتكم، يعني شحال فرحتني هذه الهديه، يعني شحال عندي وانا كنت نتمنى هكذا يكون عندي طاجين تاع فخار نطيب فيه الوصفات تاعي. يعني صدقوني يعني عجبني بزاف بزاف. البائع قال له كي قبل ما تطيبوا فيه ديروه ليلة كاملة في الماء، يعني في باسينة تكون معمرة بالماء، درتو لداخل ليلة كاملة. غدوة من داك طيبت فيه لتر حليب، قالو باش هكذا ما يلصقش. مع هذا الطاجين جاب لي هذا الكسكاس، هذا الكسكاس اللي كنت شحال وانا نحوس عليه باش نشريه، ما لقيتوش. عندي قدره تاع الطين بصح ما فيهاش كسكاس، يعني كي لقى لي الكسكاس تاعو صدقوني فرحت بزاف بزاف. عندك يعني وين يبيعوا الفخار، يعني لقى اشكال متنوعه. وزاد جاب لي هذا ثاني، قال لي تقدمي فيه الخبز التقليدي تاعنا كيما المطلوع كيما الملوي، اي خبز تقليدي قال لي قدميه في هذا الطبق. ربي يحفظك وليدي ويخليك ليا ويخلي لي خاوتك كامل ويخليكم وليداتكم كامل يا ربي. دوك نبداو في الوصفه تاعنا ان شاء الله. بسم الله، دوك اول حاجه راح نبدا بكره تاع الدجاج باش نديرهم يتقلاوهم من الاولين. بسم الله، راح ندير عندي هنا ثلاثه مغارف تاع لا شابلور، ندير له شويه، ندير شويه تاع الزيت، قسم مغرف هكذاك تاع الزيت، ندير شوية تاع الملح، شوية فلفل كحل، شوية فلفل كحل، عندي هنا لا ماشي راس الحانوت، منديرش راس الحانوت، غندير شويه تابل خاص بالدجاج هكذا. ندير شويه تاع البصل، نقصو شويه من هذاك اللي راح نديرو به، راح نديرو به لاصوص. عندي زوج سنين تاع الثوم، بسم الله،
هكذا. نزيد شوية تاع معدنوس، دوك نستعمل يدي باش نحرك كامل هذا اللوازم كاع كيف كيف باش يندمجوا لنا ويجونا لي بولات هذوك تاع الدجاج يجونا بنان. دوك كملت حركت كامل هذوك اللوازم مع الصدار هذاك تاع الدجاج، دوك راح ندير كرات متوسطين الحجم، يعني ديرو كي نتوما ديرو كيما تحبوا صغار ولا ديروهم كبار كيما تحبوا الحجم تاع الكره تيجي. نعم ليك دوك بعد ما كملت كورت كامل الدجاج رايح ندير بسم الله، رايح ندير حوالي 3 مغارف تاع الزيت، نزيد مغرف تاع مارغرين، نخلي المارغرين تذوب، دوك ندير الكرات هادو تاع الدجاج بسم الله، نعاود نكورهم مليح كي نروح نديرهم ضروري نعاود هكذا نكورهم مليح هكذا. دوك نخليهم حتى يتقلوا مليح ويتحمروا، نحركهم كان هكذا بالعقل باش هكذاك ما نخسرلهمش الشكل تاعهم هكذا غير بالعقل، نخليهم حتى يتحمروا مليح من بعد نحيهم. دوك هكذا خلاص رايح نحيهم بسم الله، يعني خضاو راهم خضاو لون شباب، دوك رايح نحيهم بسم الله. دوك رايح ندير في هذا الزيت اللي طابو فيه لي بولات هادو تاع الدجاج رايح ندير البصل، نخلي هكذا يتقلى شوية هكذا، والبصل راهو يتقلى رايح نزيد 2 سنين تاع الثوم بسم الله. قلنا 2 سنين تاع الثوم يزيدوا لنا البنه للطاجين تاعنا، يعني نجي ما شاء الله يعني وجبة عائلية هايلة، ديروها هكذا كي تكون العائلة متلاهمة ما شاء الله. رايح ندير شوية تاع الملح، ندير شوية تاع الملح، زيد شوية فلفل كحل، شوية فلفل كحل، عندي هنا تابل خاص بالدجاج. دير شوية راس الحانوت،
هادو هما التوابل اللي نديرهم، وكل وحده كيما تحب التوابل ديروا كيما التوابل اللي تحبوهم، ماشي شرط تقيدوا بهاد التوابل. دوك نزيد زوج حبات تاع زروديه، نديروها هي الاولى خاطرش هي الزروديه تبقى شويه في الطياب. ندير شويه تاع العدنوس، نزيد نخليها هكذا زروديه تقلى شويه هكذا مع البصل والتوابل من بعد المرق. نضيف دوك خلاص هكذا البصل راهو تقلى مليح، دوك رايح المرق بالماء سخون طبعا. بسم الله نخلو الزروديه تطيب هكذا نص طياب، من بعد نديرو البطاطا والقرنون والجلبانه. الزروديه تبطى شويه في الطياب، في نص طياب هنديرو اللوازم الاخرين. فوكي طبت لي الزروديا عفوا نص طياب، راح نزيد ندير الجلبان. بسم الله نزيد البطاطا، نزيد القرنون هكاك، راح نقطعو عفوا على ندير الحبة على أربعة هكذا بهذا الشكل. الحبات الكبار نقسمهم على أربعة، والصغار نديرهم هكذاك على زوج هكذا، وهاد الصغار نديرهم هكذا على نقسمهم على زوج. ندير الدجاج هذاك يطيب ثاني، الكرات هذو تاع الدجاج حمرناهم برك يعني ما طابوش، ديرهم هكذا من فوق. صدقوني هذه الوصفه تجي بزاف هايله وبزاف بنينه، ووجبه عائليه يعني العائله كامل تاكل، يعني جواز زاكي يجي ما شاء الله. دوك نخليه يطيب من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. نوليك دوك كما راكم تشوفوا طاجين الجلبانه بالقرنون راهو طب يعني راهو يشهي ما شاء الله، راهو الخضره كامل راهي طابت، والمرقه تجمرت من البطاطا اللي درناها، يعني المرقه راهي خاطره ما شاء الله. دوك ما بقى لي غير نزيد له شويه فلفل كحل هكذا من فوق شويه برك، رشه خفيفه برك هكذا، نزيد له شويه تاع شويه معدنوس. صدقوني تحصلنا على وجبه ولا اروع. دوك نطفي عليه من بعد نعاود نولي لكم باش تشوفوا في طبق التقديم ان شاء الله. طاجين تاع الفخار نطفي دوك، راني طفيت الفرن وراهو مازالو يغلى، دوك هكذا واحد الخمس دقائق باش يحبس الغليان تاعو، خاطرش كيما القدره تاع الطين نطفي عليها وتقعد هكذاك واحد الخمس دقائق وهي تغلي باش تحبس.
الطاجين تاعنا راهو حاضر امامكم وراهو شهيجه ما شاء الله. درت كيما تبعتوا معايا طاجين الجلبانه بالقرنون مع صدر تاع الدجاج، يعني ماشي كبير بصح والله غير زاد البنه لهذا الجواز. موالفه نديرو هكذا بلا دجاج، يجي يعني بنين، يجي ما شاء الله. بصح كي زدت له الصدر تاع الدجاج جاتو هكذا ديبولات، صدقوني جا في منتهى الروعه وجا بزاف بزاف يعني وصفة ما شاء الله. مع اللي درتها في طاجين الفخار زاد له بنة على بنة ما شاء الله. بسم الله دوك نسقيكم تشوفوا الوصفة تاعنا كيفاش جات. بسم الله عليك، درت فيه البطاطا كيما تبعتوا معايا وراهي طابت زبدة ما شاء الله، والقرنون كيف كيف مع زروتية، يعني وصفة وجبة عائلية يعني هكذا باش نزكي الطاجين تاعنا. درت فيه البطاطا، درت زروتية، درت كيما شتو الجلبانة، والمرقة راهي ما شاء الله بزاف بزاف هايلة. هاوليك القانون كيما راكم تشوفوا، هاوليك زبده طاب ما شاء الله، لي بولات تاع الدجاج ثاني هايلين يعني روعه ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه اخواتي، اكيد راح تعجبكم انها فعلا وصفه تستحق التجربه. ما تنسونيش ولا عجبتكم لا فيديو بلي جام وابوني القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.